ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, how are you doing? This is your course of learning, inshallah, for this month, and this is your teacher, Munaba. Inshallah, you will continue memorizing Surah Al-Fajr and confirming from Surah Al-Balad to Surah Al-Nas, inshallah. Now I'm going to read for you the rest of Surah Al-Fajr from my number 15 to the end of the Surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. So here inshallah. السلام عليكم. Have a nice day. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.